وفي السياق ذاته التقى الدكتور المهندس عمار جابر خليل محافظ صلاح الدين جمعا من شيوخ ووجهاء العشائر في ناحية يثرب والمناطق المحيطة بها، الذين استعرضوا الواقعين الخدمي والأمني في مناطقهم، بالإضافة إلى قضية النازحين الذين لا يزالون يعانون في مخيمات النزوح والحفاظ على السلم المجتمعي. الحقيقة يعني صورة يثرب صورة واضحة عندي بالكامل، بسبب أنه أنا قريب من الأحداث، من يعني من بداية ما صار من أحداث، بعد أن كانت منطقة مستقرة تنعم بالأمن والأمان والازدهار، والعوائل تعيش أغلبها برخاء، تحولت إلى منطقة منكوبة أصبح بها العزيز ذليل، بسبب أنه الأمور أصبحت فوق طاقة الشخص وفوق إمكانياته وفوق إرادته في كل الاتجاهات. اليوم الموضوع الأمني بالناحية يحتاج إلى إعادة ترتيب، وإحنا عندنا جهود مع المركز ومع قيادة الحشد الشعبي ومع قيادة العامة للقوات المسلحة، وإن شاء الله راح الأمور تكون على وضعها الطبيعي واللي لازم تكون عليه. المرحلة القادمة هي مرحلة تفاهمات ضمن البرنامج الحكومي للدولة وضمن برنامج المحافظة مع المركز، مرحلة تفاهمات، مرحلة إعادة استقرار للمنطقة، مرحلة إعادة خدمات وبناء، ونحاول أن نصحح كل المسارات. هذا جزء ويعني انطباع جيد، ونأمل أنه يكمل الموضوع بشكل كامل على أساس أن نحن نبقى نرفض الناس الإرهابيين وما نسمح لهم أن يكونون جزء من المجتمع، لأن خربوا الحرث والنسل. هذول الناس ما نسمح لهم ولا نقبل أنه نداهن أو نجامل على حقوق الأبرياء اللي انتهكت بسبب هذه العصابات. الحقيقة موضوع الخدمات هو موضوع يعني بسبب الدمار اللي صار بالناحية موضوع يحتاج إلى وقف. احنا اليوم وقفنا على أغلب الخدمات بالحد الممكن واللي نقدر عليه، اتفقنا على صيغ إن شاء الله راح نخفف من كثير من المعاناة في ناحية يثرب. يثرب الزيارة قد تكون متأخرة نوعا ما، لكن كانت هنالك أحداث طارئة بالمحافظة أخرت هذه الزيارة. يثرب منطقة يعني منكوبة بسبب الأحداث اللي مرت بها، بسبب دخول العصابات داعش الإرهابية وعملية التحرير وعملية التداخل العشائري الموجود داخل الناحية، أدى إلى أنه الأمور تكون معقدة في عملية رجوع النازحين. لكن إن شاء الله انحلت الأمور الآن بشكل، لأن هذا الملف هو متولي الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن، ملف المصالحة وواصل به مراحل متقدمة. إن شاء الله واعدنا خير خلال الأسبوع القادم يكون أكو إجراءات للمسات الأخيرة لهذا الملف.